طلب بمجلس النواب يطالب المجلس بإعادة حساباته والاعتراف بالاتفاق بعد أن أصبح معطلا للحوار. السراج يلتقي في تونس مع أعيان قبائل العبيدات بهدف توحيد المؤسسة لمواجهة التحديات الأمنية. رغم انتهاء أعمال الصيانة، جهاز النهر الصناعي يعلن عدم قدرته على ضخ المياه بمحطة الشويرف. نشرة ثالثة من ليبيا بانوراما، مرحبا بكم. قال عضو مجلس النواب سليمان سويكر الأحد إن نتائج اجتماعات لجنة الصياغة الموحدة لتعديل الاتفاق السياسي في تونس كانت سلبية ومتوقعة، مرجحا استمرار هذا الوضع. وطلب سويكر في تصريح صحفي مجلس النواب بإعادة حساباته بعد أن أصبح معطلا للحوار، حسب وصفه موضحا أن لديه مشكلة حقيقية تتلخص في أن مطالبه صعبة التحقيق، ودعا المجلس إلى الاعتراف بالاتفاق السياسي لأنه أقصر طريق لحل الأزمة. من جهته، توقع عضو لجنة تعديل الاتفاق السياسي عن مجلس الدولة منصور الحصادي إقامة جولة ثالثة للحوار قريبا، كاشفا في تصريح صحفي عن حقيقة الخلافات حول المادة الثامنة التي أوضح أنها تكمن في خلافات شخصية وليست مؤسساتية. وأشار الحصادي إلى أن التعامل لو كان على أساس مؤسساتي بالرجوع للإعلان الدستوري والقوانين لما وصل الفرقاء إلى هذا الخلاف في المفاوضات، وفق قوله. أخفقت جولة الحوار الثانية في تونس بين الفرقاء الليبيين في إحراز تقدم يذكر في اتجاه تعديل الاتفاق السياسي فيما تمثل المادة الثامنة حجر العثرة أمام هذا التقدم المنشود. الجولة الثانية من الحوار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بين الفرقاء الليبيين في التوصل لتفاهمات حول نقاط الخلاف بعد التفاؤل الذي طبع الجولة الأولى، حيث تم الاتفاق على هيكلة المجلس الرئاسي وفصل رئاسة الوزراء عنه. بعثة الأمم المتحدة اكتفت بالحديث عن وجود نقاط توافق وخلاف دون أن تكشف عن ماهية النقاط أو تحدد موعدا للجولة الثالثة من المشاورات. عملية تحديد نقاط التوافق العديدة كما نقاط الاختلاف التي ما زالت قائمة. وتدور الخلافات التي عصفت بالجولة الثانية من الحوار حول أربع نقاط، وهي المادة الثامنة والدستور وآلية اختيار الحكومة وتوسعة مجلس الدولة، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان ثانوية بهدف إجراء المزيد من البحث بشأنها. فيما تمثل المادة الثامنة الخلاف الأبرز بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، حيث يرى مجلس الدولة بقاء صلاحياتها للمجلس الرئاسي، بينما لا يرغب مجلس النواب في ذلك، ويرى أن تكون قرارات القائد الأعلى للجيش بعد أخذ الموافقة من مجلس النواب. وبعد إخفاق الجولة الثانية، يرى مراقبون بأن بعثة الأمم المتحدة ستمضي للمرحلة الثانية من الخطة التي تقضي بإقامة مؤتمر وطني جامع، خصوصا أن غسان سلامة أكد في المؤتمر الصحفي أن التحضيرات للمؤتمر الوطني الجامع قائمة بغض النظر عن نتائج جولة الحوار. التحضيرات للمؤتمر الشامل أو الجامع قائمة في داخل البعثة مهما كانت نتيجة هذه المحادثة. أكد رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج الأحد أن حكومة الوفاق تجنبت الدخول في أي صراع وتسعى إلى لقاء الجميع، لافتا في لقاء عقده في تونس مع وفد من شيوخ قبيلة العبيدات وأعيانها وشبابها وعمداء بلديات طبرق ولبرق وأم رزم إلى أن هدفهم هو توحيد الصف والمؤسسات، وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية لمواجهة التحديات الأمنية الممثلة في الإرهاب والهجرة غير الشرعية وأمن الحدود، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة أن يكون هناك عدالة اجتماعية وتوازن في تقديم الخدمات وتنفيذ مشاريع التنمية بين مناطق البلاد كلها.
كما اعتمد رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج الاثنين سفير مملكة إسبانيا فرانسيسكو دي ميغال سفيرا فوق العادة لدى ليبيا بحضور وزير الخارجية المفوض محمد الطاهر سيالة. وأجرت مراسم اعتماد السفير بمبنى السرايا الحمراء بالعاصمة طرابلس. السفير الإسباني أكد دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطنية، كما أشار إلى تطلع بلاده إلى تطوير علاقات التعاون المشترك مع ليبيا في جميع المجالات. من جانب آخر، ثمن السراج موقف المملكة الإسبانية الصديقة الداعم لحكومة الوفاق ولمسار التوافق في ليبيا. أكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الأحد الانتهاء من معظم أعمال الصيانة بمحطة الشويرف لمنظومة الإحساونة وفقا للخطة المبرمجة قبل انتهاء الوقت المحدد. لافتا في بيان له أن أعمال الصيانة المتبقية لا تمنع بدء عمليات ضخ المياه لتغذية المدن. وأوضح الجهاز عدم قدرته في الوقت الحالي على إعادة ضخ المياه بالرغم من انتهاء أعمال الصيانة لأسباب أمنية ليست للجهاز أي علاقة بها، مشددا في بيانه على ضرورة توفر الظروف الآمنة لتتمكن فرق الصيانة من إعادة التشغيل. وفي السياق ذاته، أكدت إدارة المنطقة الجنوبية بمنظومة الإحساونة لسهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي الأحد اندلاع حريق بإحدى محطات الطاقة الكهربائية التي تزود 24 بئرا متاحة للتشغيل في حقول آبار المياه بالحساونة أثناء قيام إحدى فرق الصيانة بالأعمال اليومية، موضحة عبر صفحتها على فيسبوك أن فريق الصيانة وجد النيران مشتعلة بمحطة الطاقة الكهربائية عند وصوله إلى حقل الآبار الغربية بمنطقة الإحساونة. ونوهت إدارة المنطقة الجنوبية بمنظومة الإحساونة بجهاز النهر الصناعي أن الأضرار الأولية حتى الآن تتمثل في خسارة أحد المحولات. رغم الظروف الأمنية والتهديدات المتكررة، فإن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي يعلن الانتهاء من أعمال الصيانة بمحطة شويرف بمنظومة الإحساونة وفقا للبرنامج المخطط الذي أعلن عنه سابقا. 9 أيام كانت محددة لانقطاع المياه عن المسار الغربي لغرض صيانة الصمامات الرئيسية بالمحطة لتحسين الأداء. الجهاز وصل ليلة بالنهار لينجز مهمته قبل انقضاء الوقت المحدد، متحديا بذلك الظروف الأمنية الراهنة بالمنطقة. وعلى الرغم من ذلك، يعلن تعذر إعادة تشغيل المحطة التي تغذي المدن الساحلية غرب البلاد بسبب المخاطر الأمنية والتهديدات. آخر هذه التهديدات صدرت عن مسلحين قالوا إن المهلة التي منحوها لقوة الردع للإفراج عن أحد عناصرها في طرابلس قد نفدت، ولذلك قاموا بإغلاق صمام المياه. ونوجه بهذا البيان إلى جميع الليبيين الخيرين الشرفاء الذين لهم حس الوطني وأن يتضامنوا معنا بحقنا ومطالبنا، وعليه فإن مياه النهر متوقفة حتى يتم الإفراج عن ابن الجنوب المقدم المبروك حنيش. وفي مارس الماضي شهدت المنظومة أعمالا مشابهة عندما أصابها عمل تخريبي إثر اعتداء مسلح استهدف تفجير صمام الهواء لمحطة 368 بالمسار الشرقي. المنظومة كانت هدفا أيضا لعناصر تنظيم الدولة، ففي نهاية العام الماضي هاجم نحو 60 مسلحا موقع المحطة. هذه التهديدات وغيرها من أعمال التخريب جعلت جهاز النهر الصناعي يعلق عملية إعادة التشغيل وضخ المياه إلى حين توافر الظروف المناسبة الخارجة عن إرادته في انتظار تدخل الأجهزة الأمنية للدولة للقيام بالمهام المطلوبة. بعد انتهاء الاختبارات التشغيلية ودخول الوحدة الرابعة على الشبكة العامة للكهرباء، لاحت في الأفق عدة تساؤلات عن كيفية دخول هذه الوحدة وما مدى استمراريتها وكيف ستسهم مستقبلا في استقرار الشبكة العامة. كل هذه الأسئلة يجيب عنها التقرير التالي. عدة أسئلة تلوح في الأفق بعد انتهاء الاختبارات التشغيلية ودخول الوحدة الرابعة بمحطة أبار الغازية على الشبكة العامة للكهرباء بقدرة إنتاجية تصل إلى 160 ميجاوات.
أبرز هذه التساؤلات عن كيفية دخول الوحدة على الشبكة رغم عدم جاهزية محطة التحويل التي تربط بين محطة أبار الغازية والشبكة. أجاب عن هذا السؤال الناطق باسم الشركة العامة للكهرباء أحمد مصطفى في تصريحات صحفية، موضحا أن الوحدة ربطت بشكل مباشر بمحطة تحويل أبار 220 كيلو فولت لتجاوز جميع العقبات التي تحول دون تشغيلها. وعن كيفية مد المحطة بالوقود اللازم لضمان استمرارية تشغيلها، فقد أوضح مصطفى أن العمل جاري لربط خزانات الوقود بالمحطة مباشرة بحقل الشرارة النفطي لضمان استمرارية تشغيل الوحدة. وفيما يخص استقرار الشبكة العامة للكهرباء، فقد أوضح مهندسون قائمون على أعمال الصيانة والتشغيل أن دخول المحطة سيسهم في تغطية العجز المتوقع حدوثه خلال فصل الشتاء والقضاء بشكل نهائي على عدم استمرار الجهد في المناطق الجنوبية، وهذا ما سيتضح بشكل أكبر عند دخول جميع الوحدات المتبقية على الشبكة مع استكمال أعمال الاختبارات التشغيلية عليها. استهدف مسلحون مبنى بلدية سرت بقذيفتي RPG في ساعات متأخرة من يوم الأحد. وقال المتحدث باسم مجلس سرت البلدية مختار المعداني لليبيا بانوراما الاثنين إن الهجوم خلف أضرارا مادية دون تسجيل أي خسائر بشرية، موضحا أن أضرارا بالغة لحقت بواجهة المبنى حيث تهشم الزجاج، فضلا عن خسائر أخرى نتيجة قذيفة أصابت الدور الثاني المخصص للشؤون الإدارية والمالية بالمجلس، مشيرا إلى أن العمل مستمر من قبل الأجهزة الأمنية لمعرفة هوية من يقف وراء هذا الاستهداف لمقر البلدية. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف عميد بلدية سرت السيد مختار المعداني. مرحبا بك السيد مختار، وحدثنا بداية، هل تم التعرف على الجنات؟ السلام عليكم وحييكم في هذا المساء الطيب، حي قناة بانوراما. شكرا لك. الحقيقة هو العمل عشوائي وعمل عبثي، وإحنا عبرنا عن زلزال طويلة السيد مختار. حقيقة لا أسمعك بوضوح سيد مختار. أنا قلت لك ألو، قلت لك هذا العمل الأساسي جاء من أصحاب النفوس الضعيفة الذين يسهرون الليل وينامون النهار ولا يأتون إلى أعمالهم ولا يريدون أن تستمر عجلة الحياة في هذه المدينة التي بدأت بشكل فعلي تستمر وترجع إلى معدلها الطبيعي بافتتاح الجامعة والمستشفى والمؤسسات التعليمية والحقائب المدرسية والزي المدرسي والجمات التي ستشرع يوم الثلاثاء القادم والسيولة التي. طيب سيد مختار، يعني هل تشير إلى أن هذا العمل متعمد أم غير متعمد؟ والله هو لو قلنا متعمد في 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 قرائن للمتعمد، ولو قلنا غير متعمد في قرائن للغير متعمد. طيب ما هي نتائج التحقيقات سيد مختار؟ يعني هل تشير إلى أنه ضرب عشوائي غير مقصود أم أنه متعمد؟ والحقيقة هو ضرب غير عشوائي، هو الحقيقة موجه للمجلس البلدي وهي رسالة غير مباشرة، يعني لشخص عميد البلدية من خلال طبعا ما يثار في الفيسبوك وصفحات التواصل الاجتماعي من أن هناك أطراف تريد الزج بمدينة سرت في حرب أهلية وفي سلم اجتماعي، ضرب السلم الاجتماعي. نعم. لأن للأسف الشديد يا أختي العزيزة، نعم، كانت في حوادث سابقة قبل هذه الحادثة كانت هناك سرقة لعدد 7 أو 8 مقرات مقر السجل المدني. طيب سيد مختار، باعتباركم تقومون الآن بعملية إعمار لمدينة سرت، يعني هل تعتقد بأن هذا سوف يؤثر على عملكم؟ أبدا، هو بالعكس، إحنا جينا التحدي يرتفع عندنا، كل ما يديروا عمل عشوائي نزيد نتحدى. اليوم جدين وموجودة معنا لجنة التواصل الاجتماعي، والآن إحنا بصدد أن نقوم بزيارة لبعض الأحياء في مدينة سرت
الأمور ماشية. نعم سيد مختار، أحييكم على هذه العزيمة. سيد مختار المعداني عميد بلدية سرت، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. اعتقلت الشرطة الإيطالية 6 أشخاص بينهم ليبيين بتهمة تكوين شبكة لتهريب الوقود من ليبيا قد تمكنت من بيع ما قيمته 35 مليون دولار على الأقل من وقود الديزل في إيطاليا ودول أوروبية أخرى. وأوضحت السلطات الإيطالية أن هذه الشبكة دأبت على تهريب الوقود بالسفن عبر المياه الإقليمية لمالطا إلى جزيرة صقلية، ومن هناك جرى توزيع الديزل على محطات الوقود بأسعار مخفضة، وهذا ما حرم السلطات في إيطاليا من عوائد ضريبية بنحو 11 مليون يورو. في ظل تواصل عمليات تهريب الوقود واستنزاف ثروات البلاد ومع تفنن المهربين في طرق التهريب، أعلنت غرفة عمليات محاربة تنظيم الدولة بسبراتا صباح الأحد ضبط 6 شاحنات جرى تحويرها وتجهيزها بخزانات لنقل الوقود لتهريبه خارج البلاد. ورغم قيام لجنة أزمة الوقود والغاز في أبريل الماضي بفتح ملف مكافحة التهريب في خطوة قالت إنها بداية حرب شرسة على المهربين، وأعلنت في الوقت نفسه نجاح المجلس العسكري بنالوت في إغلاق الحدود البرية بالمنطقة الغربية أمام شاحنات تهريب الوقود نحو تونس الذي يصل يوميا إلى أكثر من 2,600,000 لتر، إلا أن مشكلة تهريب الوقود الذي تنقل بين عديد الدول برا وبحرا لا تزال قائمة. من جهة أخرى قالت السلطات الإيطالية إن عصابات التهريب متعددة الرؤوس وإن نشاطها ينطلق من الزاوية في غرب ليبيا ويمر عبر مالطا حتى جزيرة صقلية، حيث هرب خلال أقل من عام ما لا يقل قيمته عن 80 مليون يورو من النفط الخام ومن مشتقات النفط الأخرى المختلفة. وفي محاولة لكبح جماح عمليات التهريب والمهربين، اتفق مديرو مديريات الأمن بالجبل وباطن الجبل بمدينة نالوت في اجتماع جمعهم برئيس وأعضاء لجنة أزمة الوقود والغاز بالمنطقة الغربية، اتفقوا خلاله على تشكيل قوة مشتركة من كافة مديريات الأمن لمنع عمليات التهريب عبر الحدود وتشديد الرقابة على خط تهريب غريان درج نالوت ورفع الغطاء الاجتماعي عن المهربين، إضافة إلى التزام مديريات الأمن بتأمين شاحنات نقل الوقود في حدودها الإدارية. يا جماعة الخير، هادو كلهم مشيئة لتونس. مشاهدين نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل اختتام سباقات كأس الفروسية بمشاركة واسعة بمدينة زوارة. نواكب الحدث وقد صار حبرا على ورق، في شرفة صغيرة نطالع وإياكم أبرز إصدارات الصحف حول الشأن الليبي. هنا مبتدأ الحديث خبر. بانوراما الصحافة. ما
مرحبا بكم مشاهدينا من جديد. أقام مكتب الرعاية الصحية الأولية بترهون السبت بمدرسة المرحوم صالح سويسي ورشة عمل تضم جميع الفرق الطبية التي ستشارك بالحملة الوطنية للتطعيم ضد أمراض شلل الأطفال والحصبة والحميرة والنكافة، وستنطلق الحملة بداية الأسبوع المقبل. إليكم هذا التقرير. بهدف الاستعداد للحملة الوطنية للتطعيمات ضد أمراض شلل الأطفال والحصبة والحميرة والنكافة، أقام مكتب الرعاية الصحية الأولية بإدارة الخدمات الصحية ببلدية ترهونة ورشة عمل بمسرح مدرسة المرحوم صالح سويسي بترهونة صباح السبت، وذلك من أجل رفع كفاءة العناصر الطبية المشاركة والمنفذة لهذه الحملة. عن طريق ورش العمل لتوعية الناس اللي قايمين بعملية العمل اللي فيها الحملة التي ستقام يوم 28/10/2017 حتى 2/11/2017. هذه المراد ترفع الكفاءة العاملين في التطعيمات في هذه الحملة. جميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة كانت حاضرة لتتعرف على آلية تنفيذ الحملة وكيفية التعامل مع التطعيمات من حيث الاستعمال والتخزين وطرق التعامل مع الأطفال، خصوصا وأن الحملة تستهدف الأطفال منذ سن الولادة وحتى الأطفال دون سن السادسة، حيث ستنطلق الحملة بكافة مكاتب الرعاية الصحية ابتداء من الأسبوع القادم لتستمر حتى نهايته. مدة تنفيذ الحملة هي أسبوع، تبدأ من 28/10/2017. العدد المستهدف حوالي ما يقارب ما بين 25-40 ألف طفل بالنسبة للأطفال، ومن 12-14 ألف بالنسبة للحصبة والحميرة. تشير التوقعات استنادا لمؤشرات العام الماضي إلى أن عدد المستهدفين قد يصل إلى 40 ألف طفل، ويرجع ذلك لأهمية هذه التطعيمات لضمان صحة الأطفال ووقايتهم من أمراض شلل الأطفال والحصبة والحميرة والنكاف. لقناة ليبيا بانوراما، محمد شكير، ترهونة. اختتمت بميدان الفروسية في زوار السبت الجولة 7 والأخيرة من سباقات كأس زوار للفروسية بمشاركة نحو 86 جوادا، واشتملت الجولة الأخيرة على 11 شوطا مقسما بين الخيول العربية الأصيلة والخيول المهجنة والخيول المستوردة إضافة إلى الخيول المحلية، وفي نهاية السباق كرمت الخيول الثلاثة الأول الفائزة من مختلف الفئات. حقيقة الناحية الفنية يعني اجتازت النسبة يعني 60-70%، وطبعا كما نعلم ان اللعبة هذه او الفرسان دائما حقهم مهضوم في هذه الدولة، ونتمنى من الإخوة المسؤولين سواء كان الاتحاد العام او الهيئة الوطنية الهيئة العليا للسباق أو اللجنة الأولمبية أو وزارة الشباب والرياضة أن تهتم بهذه اللعبة. اللعبة هذه احنا ورثناها على جدودنا وأهالينا، نتمنى أن يقدموا المزيد. طبعا أنت تعرف غلاء الأعلاف وغلاء الأدوية وغلاء العلاج والإصابات وكذا، فبعض الملاك يعني يشكو من الشيء هذا. رفع فريق الهلال رصيده إلى 10 نقاط في المرتبة الثانية في المجموعة الأولى بعد أن تغلب على الأنوار 3 أهداف مقابل 1 في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب بنينة السبت، وذلك لحساب الجولة 6 من الدوري الليبي. وفي المجموعة ذاتها بات أهلي بنغازي يغرد وحيدا في صدارة المجموعة الأولى بفوزه الأخير على فريق دارنس في ملعب بنينة بهدف وحيد أحرزه المهاجم ساعد البرداح. نهاية النشرة مشاهدينا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها.
عضو بمجلس النواب يطالب المجلس بإعادة حساباته والاعتراف بالاتفاق بعد أن أصبح معطلا للحوار. السراج يلتقي في تونس مع أعيان قبائل العبيدات بهدف توحيد المؤسسات لمواجهة التحديات الأمنية. رغم انتهاء أعمال الصيانة، جهاز النهر الصناعي يعلن عدم قدرته على ضخ المياه بمحطة الشويرف. تحية لكم مشاهدينا، وإلى لقاء جديد بالمزيد.